يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بما تنصحون المسلم الذي يتعرض لمثل هؤلاء الذين يسخرون منه ويصفونه بأشد وأقبح الأوصاف من تشدد وظلامية وغير ذلك؟ نوصيه بأن يتمسك بدينه ولا يلتفت إلى هؤلاء، يتمسك بدينه ويصبر، يتمسك بدينه ويصبر على أذاهم. هذا شيء حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأفضل الخلق، تنقصوه ووصفوه بالأوصاف وقالوا في حقه صلى الله عليه وسلم ما قالوا. نعم، فكيف بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكفار والمنافقون لن يرضوا عنك أبدا، لن يرضوا عنك إلا إذا صرت مثلهم، أما إذا تخالفتهم فلن يرضوا عنك، هذه خذها قائمة، فلا يهمونك. نعم.